الأمر كان في الأول يعني في قلق شوية وتوتر ومش مضمون 100% إن الواحد هيقبل ولا لأ. هدفي في الأول إن زوجتي هي اللي تحج، وأنا يعني كان في صعوبة شوية عشان عملي، عشان أنا طبيب، فكان في صعوبة شوية في الأول. كنت ناوي أخش محرم معاها لكن ما تمكنتش في أثناء الحجز. بعد ما خلصت كل يعني العمل بتاعي الحمد لله رب العالمين، هي كانت حجزت لوحدها، وانا بعديها بكام يوم كده الحمد لله يعني وفقت ودفعت بعد ما سجلت والحمد لله، يعني ما واجهتش اي صعوبات الحمد لله رب العالمين. احساس الحمد لله لا يعلمه الا الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله هي فعلا الكلمة الشافية الكافية في مثل هذه الظروف. أنا أفتكر لما طلعت الحج من 3 سنين، يا رب اكتبها لي تاني، يا رب اكتبها لي تاني، يا رب. فعلا كان الواحد على لسانه كلمة الحمد لله من كتر ما هو مش مصدق إن ربنا حطه في المكان ده، في الوقت دوت، في الظروف دي، في الأيام المفترجة دي. الحمد لله فعلا طالعة من قلب الحج المصري اللي ربنا زي ما قلت اختاره هو وزوجته، برغم إن هو يمكن اتأخر شوية على إنه يقدم عن مراته، أخذ بالأسباب لكن التوفيق كان من عند ربنا سبحانه وتعالى.